أما هلا مشاهدينا بننتقل لفقرتنا التالية وتحديدا لعالم النباتات المنزلية والزراعة المنزلية. يمكن بكل بيت سوري ودمشقي في دائما زريعة صغيرة أو فينا نقول نباتات الزينة موجودة. كل أم أو صبية أو سيدة أو ربة منزل بتحب تهتم بنباتات الزينة. لنحكي عن نباتات الزينة اليوم كيف فينا نعتني فيها، معنا المهندسة الزراعية روان حسين ونشوف شو محضرت لنا لليوم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وصباح المشاهدين. أكيد صباح الخير روان، أهلا وسهلا فيك. يعني شايفين معنا اليوم نبتة البامبو، لاكي بامبو. لاكي بامبو نبات الحظ، يلي بتجيب لنا الحظ، يلي حلو السعادة، الطاقة الحلوة، من النباتات الجميلة جدا انه نقتنيها بالبيت، حطها ببيتنا. بس هي بتلائم كل البيوت، هلا بتلائم كل البيوت، كل المكاتب، المولات، يمكن اغلبنا صاير عم نشوفها. هي نبتة العصر فينا نقول، نبتة بنشوفها بكل مكان، بتعطينا طاقة، بتعطينا شعور بالسعادة. يعني منظرها الحلو، منظرها اللي المشكل، أشكالها الحلوة، يعني شكلها اللي بيقعد بفازة بمي مع حصى مع حجارة، كتير يعني بتعطينا هذا المنظر العصري. لهيك أغلبنا بيرغب لها لأنه هي شوي قليلة الاعتناء، ما كتير بدها اعتناء، منظر اللي كتير حلو وعصري. هي من النباتات المعمرة اللي بتبقى عنا فترة طويلة بالبيت، ما كتير بتحتاج عناية، لهالشي أغلبنا بيرغب لها. بتحتاج شمس؟ هي بتحتاج ضوء غير مباشر من الشمس. يعني ما بنحطها برا، بنحطها بمكان جوا البيت معرض للشمس، هذا اللي بيسألك عنه. يعني يمكن كل صبية أو ربة منزل أو سيدة بالبيت بتحب دائما يكون في عندها نبات للزينة، بس يمكن مثل ما قلت هي بنقي النبات اللي بده أقل اهتمام، لأنه بتشوفي أحيانا في نباتات موسمية فبتبحث عن النبتة اللي هي ما بدها كثير شغل، أقل اعتناء أو بتبقى لفترات طويلة. خلينا نحكي عن البامبو، كيف بيتم الاعتناء فيها، شو هي الخطوات؟ مثل ما قلت هي معمرة وبتكون صغيرة بتطول، يعني تكبر بتحسي في فرق. ما باقي النباتات بتلاقي إذا ما اعتنيتي فيهم شوي بيدبلوا، ممكن يموتوا، ممكن حتى وجودهم بالبيت هي مختلفه، فيني احطها باي زاويه بالبيت بعيدا عن النباتات. هلا بدنا نحكي شوي هيك تيكس يعني صغيره، انه يعني خلص نضبط شروطها للبامبو. اول شيء بس نجيبها لعنا على البيت بنختار لها زاويه يكون الشمس فيها مناسبة، يعني ما تكون شمس مباشرة، وشمس تكون توصلها بشكل كافي. والشغلة الثانية اللي هي من أساسات اللاكي بامبو اللي هي إنه نحطها بمكان واحد ما ننقلها. يعني حطيناها والأسبوع تاني أسبوع عم نغير ديكور البيت، شيء نشيلها نحطها. هي ما بتحب موضوع التنقل لأنه هذا الشيء بيأثر على فيزيولوجيتها، هي بتكون تبرمجت على كمية ضوء معين، على كمية شمس معينة، بالتالي تنقيلها بأكثر من مكان بالبيت رح يخليها تصفر. يلا كأنه يعني اغلب النباتات هي تمام، هلا احنا بنفكر انه هي ما بتحس، ما بتزعل، ما هي تمام، نقلتها من محل لمحل ماتت تمام. هلا بيكون هو اللي اختلف فيها كميه الضوء وكميه الاشعاع الشمسي. هي تعودت على كميه اشعاع شمسي معين، وقت اللي نقلناها تغيرت فيزيولوجيتها، فبيكون هذا سبب اول من اصفرار اوراق البامبو ساقه. فهذا الشيء موضوع كثير مهم انه نضبطه، موضوع اهتمام بالمكان وعدم تنقيله. الشغلة الثانية بدنا ننتبه لسقايتها. أول شرط لإلى البامبو إنه نجيب لها مي مقطرة، بدنا ندللها شوي. هي من نباتات الحظ والطاقة، فنحن كمان بدنا نعطيها شيء كتير حلو، نعطيها مي مقطرة. إذا ما كان في إمكانية أكيد بناخذ مية الحنفية من نغليها ولحتى نتخلص من الشوائب والشوارد، وحتى مية الكلور هي بتأذيها. ولازم نبدلها مي تقريبا كل أسبوع مرة، ما لازم نتركها، المي الراكدة بتأذيها كمان، بتعمل تعفنات جذور. بالتالي هدول أول شرطين لحتى نعملهم. الشرط الثالث هو التسميد. يمكن البعض منا بيفكر إنه هي بس بنغمسها بالمي وهي حلوة جذورة وكذا، لا، هي بتحتاج منها كل 40 يوم لسماد. في أطرب الصيدلية الزراعية موجودة، فينا نحط نقطة واحدة تعطيها المغذيات الكافية. إذا ما كان متوفر بقلب المي؟ بقلب المي، نقطة واحدة بقلب بالتراب. المي هلا هي فيها تنزرع بالمي وبالتراب. حلاوة البامبو إنه أنت بتحطيها فاز شفاف، عم تشوفي جذورة، عم تشوفي ساقة، ممكن تضيفي لها حصى ملونة لحتى تعطيها جمالية كتير حلوة. هذا الشيء الغريب شوي بالبامبو إنه نحن عم نشوف جذور طافية بوش المي، فهذا الشيء اللي بيميزها. هلا ممكن نحن نعملها بالتربة، بس أنا بفضل إنه تنزرع بالمي لأنه هي من النباتات اللي بتقدر وبتعيش بالمي وبتجود كمان فيها، فهي اكتسبت ميزة إضافية.
الشغلة الثانية اللي كنا عم نحكيها عن موضوع تغيير التسميد، إذا ما توافر عنا هي القطرة منجيب السماد المتوازن الان بي كي، منضيف ثلث معلقة شاي للتر مي، وبعدها منحط كمان شيلات الحديد كمان ثلث معلقة، منحطهم بالمحلول ومنغمسها، بعد 10 أيام منشيل هي المي منحطها بزريعة ثانية ومنرجعها للمي الأصلية تبعها الصافية. كل 40 يوم لازم نعطيها تسميد دوري بهي المغذيات اللي رح تمدها رح تخليها تطول وتعطيها هي الخلفات. طب خلينا نحكي عن أخطاء الشائعة يمكن اللي ممكن يمارسها بعض الأشخاص، بتلاقي ممكن ما في تعتني فيها بشكل صحيح، هي مفكرة إنه لا هي عم تزيد اهتمام واعتناء فيها. تمام. بشكل دائم يمكن حتى يعني من نقول نباتات الزينة في بعض الأخطاء هي اللي بتخسرنا النبات. تمام. هلأ أول شغلة قلنا التنقيل. يعني ما نقول والله هلأ هي نعتبرها ديكور من البيت والله يلعبالي حطها هون مثلا، كترة التنقيل قلنا رح يعمل لها دبول واصفرار بالأوراق. الشغلة الثانية كمان يعني ما نكتر لها تبديل مي كل يوم كل يوم، لا الحد الأعلى هو أسبوع كافي إنه نحنا دائما نبدل لها ميتها. الشغلة الثالثة كمان التسميد يكون بشكل دوري، كمان ما يكون انه والله كتير بعيد وبنفس الوقت ما يكون قريب لحتى نخسره. هدول ثلاث قصص هن بس ضبطناهم نحن كسبنا البامبو. طب اذا هي هيك كتير طويلة فيني قصة انه ارجع احطها بالمي؟ هلا هي عملية اكسارة بتتم انه نحن نقصها تحت العقدة هي مثل ما انا شايفين هون. هلا هي جذورة هون انا ضبيتها شوي مشان ما تتأذى، جبتها معي من المشتل. عند العقدة بنقصها بسانتي تحت بسانتي، من قصة بنعمل ثلاث أقسام تقريبا من البامبو، بنعملها بشكل متجانس وبنزرعها بالمي. بعد 20 يوم لـ40 يوم رح تبلش تعطينا جذور جديدة. يعني ما نخاف من هاي القصة، بس موضوع التشكيلات اللي هون عم نشوف بشكل لولبي أو بشكل قلب مثلا، هي عم بتكون عن طريق عملية عناية وتربية خاصة، عم تنلف على أسلاك حديدية هي عم تعطينا هذا الشكل، شوي صعب إنه نحصل عليه بالبيت. نعم. كمان خلينا نحكي إنه أحيانا الورقة بتصفر، في ورقة ممكن تصفر، في ناس شيلها أو لا؟ تمام. هلا الشيء الأساسي إنه نشوف ورقة صفراء من شيلها بنعرف انه هي كيف بدنا نشيلها. يعني هي كمان اذا على فرض بنقصها بالمقص ولا بايدنا؟ لا بايدنا ممكن. تمام. وبننتبه انه ممكن كمان يكون ناقصه حديد، فنحن كمان نضيف من ضمن السماد شلات الحديد، هي تلت معلقه كافيه لإلها. ومثل ما قلنا ننتبه لموضوع تنقيلها من مكان لمكان. طيب اذا قلنا يعني نحن بنعرف انه النبات كمان بيمرض، اذا انا اعتنيت فيه وفجاه لقيتها مثلا تعبت او صفرت، في امراض تصاب فيها نبات البامبو ولا لا؟ الاخطاء اللي قلنا عنها هي اللي تؤدي. تمام. موضوع المي، ما نحطها من المي من الحنفيه، ندللها ونحط لها مي مقطره، وموضوع يعني تغيير مكانها بشكل اساسي. طيب بنفس الفازه ممكن تعيش كذا وحده بامبو ولا لا؟ لازم ما نشايفين هون بالاستوديو في اكثر من قطبه بامبو. هذا الشيء بيرجع لكمان في معتقدات بتقول انه هي لانه نبته الحظ، نبته الثروه والمال وال يعني السعاده الصحه الانجاب، هي كل ما تعددت سيقانة الموجودة بالبيت بترمز لدلالة معينة. فمثلا اثنين بترمز للارتباط والزواج، ثلاثة بترمز للسعادة، خمسة بترمز للأسرة والصحة، ثمانية بترمز للثروة والمال، وتسعة بترمز للحظ. فهي في كتير شعوب. تسعة مع بعض ولا في كل واحدة لحالها؟ لا مع بعض. مع بعض. تمام. تمام. هي بترمز بحضارات وبشعوب معينة بترمز كتير للطاقة وللحظ الحلو. فكتير عالم وسيدات بتحب تقتنيها وعندها إيمان بهذا الشيء، إنه أنا بس اقتنيتها فهي عن جد رح تجلب لي الحظ. هي مثل مبدأ جذب الطاقة. تمام. تمام. فينا نقول تنتين المال ما؟ لا مو تنتين المال، الارتباط. الارتباط المال والثروة ثمانية. ثمانية. هلا كلكم بدكم تجيبوا رح نتجه للبامبو، هي اساسا من اسمها لاكي بامبو. هي طيب مين فسر انه هي لاكي؟ مين فسر انه هي هيك؟ ليش طيب؟ عند اليابانيين هيك معتقداتهم انه هي بتجلب الحظ، يمكن حدا جرب اقتناها ببيته وفعلا انه يعني عطته شيء من الطاقة، عطته شيء من الحظ، فدرجة القصة إنه هي بتجذب طاقة. هي تدعى كمان، تطلق عليها باسم عصا موسى. يعني إلى تسميات عديدة وكلها بتصب بموضوع الطاقة، يعني إنه طاقة حظ هيك. طيب خلينا نحكي معك كمان نباتات زينة أخرى غير البامبو، شو هي أسهل اعتناء
ممكن انا احطها بالبيت واعتني فيها تكون اقل اهتمام، بنفس الوقت تبقى فتره طويله. هلا انا دائما بنصح السيدات انه في عنا الصباريات والعصاريات، هن من الانواع اللي في ما فينا نقول انه المراه كسوله او انه مثلا موظفه ما عندها وقت، فيها تقتنيهم وبنفس الوقت انه هي عندها عرق اخضر. وبحب انا شوي العصاريات اكثر من الصباريات، لانه هي بترمز للخشونه للصبر يعني بتحسي في قساوه بالصباريات. ممكن نميل لموضوع العصاريات. هلا في عندنا مثل دمعه الطفل كمان، هي من نباتات الحظ اللي كمان يطلق عليها بجاذبة الحظ والمال. دمعة الطفل أو الجارسينيا هي من النباتات كمان اللي بتجلب الحظ، فكمان بنصح فيها هي والبامبو. لكن البامبو روان، نحن كثير بدنا نتشكرك، وهيك بنتمنى الكل يكون عنده ببيته لاكي بامبو ويتحقق ان شاء الله اي شيء بيتمنوا. شكرا كثير لك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. اكيد نتشكرك المهندسه الزراعيه روان حسين على وجودك معنا. شكرا لك. الله يسلمك.